أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أطوارها في كل الظروف والأحوال، باذلاً وسعي في إنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق. في كل مكان في مصر كان في تضحية، تضحية الأبطال ضحوا بحياتهم عشان يحموا بلدهم وولادهم. أنت شهيد البطل دكتور عبد الله حميش. ابن الشهيد المرحوم طه أحمد مصطفى. أختي الشهيدة أسمان أبو الحسن. ابن الدكتور الشهيد البطل شريف من الخيم. زوجة الشهيد الدكتور عبد الله محمد عبد الكريم حبيشي. زوجة الشهيد نبيع عدس إبراهيم. الطبيب المصري وفريقه الطبي واجه بنجاح جائحة كورونا في عز ذروتها. تسليحه كان علمه وإيمانه، العزيمة كانت روحه، إصراره أنه يؤدي رسالته وينقذ كل مريض كان كل همه. هي كانت مطيعة جدا، كانت مطيعة وكانت بتحب شغلها، كانت تحب شغلها بعينيه. لا مخلص في عمله جدا وعنده أمانة وإخلاص. شغلها ده كان أهم حاجة في حياتها، رقم واحد في حياتها شغلها، كانش بيفرق معها أي حاجة. أغلب الوقت ما كانش متواجدة، ما كانش فيهم حد متأخر، وشو ده كان من الناس اللي بتاخد النبطشيات وكانت ملتزمة كواجبه، ما كانش يقدر يتأخر عليه. وكان عنده ضمير وكان بيراعي ربنا لأبعد الحدود، وكان هو متفاني جدا في العمل بتاعه، وكان دايما يسعى لمصلحة المرضى وإنه يوفر لهم العلاج لآخر لحظة. كان بيأدي عمله، كان بيروح ما بيتأخرش عن حد، كان بينزل ويروح شغله لأن هو في عينين ملزومة منه وأطفال ملزومة منه. مفتقدة جدا، ما اقدرش ان انا اوصفه في كلمتين. حب ينزل عشان يساعد الناس برضو، وما حاولش يعني يتنقل او حتى ياخد اجازة او كده، فهو استمر في عمله. وفي حربنا ضد كورونا فقدنا شهداء كتير من الاطقم الطبية والتمريض. ده واجبه، كان صعب قوي زي ضابط الشرطة وضابط الجيش. الدكتور نفس الحكاية، بل الدكتور اكتر كمان واصعب. ده الجيش الابيض مخلصين سهرانين طول الليل والنهار، كتر خير كتر خيرهم والله. بس برضه فراق صعب علينا، يعني مش قادرين نعيش يعني من غيره بصراحه. انا كان نفسي ابقى دكتور من وانا صغير عشان بابا. انا كنت بحب لما بيشتغل بحب اقعد معاه عشان اتعلم منه، حتى لو عرفت ابقى دخلت طب ابقى زيه. وعشان كده القياده السياسيه حريصه دايما تكون مع أسرة كل شهيد في كل مناسبة، فأرسل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية معايدة وتهنئة لأسر شهدائنا من الأطقم الطبية بمناسبة عيد الفطر المبارك. هدية بسيطة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضرتك وللأسرة الكريمة، ويعني فخامة الرئيس نيابة عن مصر كلها بيقول لحضرتك والأسرة الكريمة كل سنة وانتم طيبين. وشهداء مصر في الجيش الأبيض يعني مصر مش ناسياهم. ربنا يبارك لنا فيه يا رب ويطول في عمره يا رب يا رب. وشكرا لسيادة الرئيس، ألف ألف شكر. ربنا يجعل مصر آمنة ومطمئنة، وعايزين نبقى مصر في أمان ورخاء. ربنا يديمه لمصر كلها. نشكر سيادة الرئيس أنه فاكر كل الشهداء وكل الضحايا، ضحايا كورونا وكل الضحايا، فربنا يرحمهم جميعا. شكرا لسيادة الرئيس على المعايدة الجميلة دي، ربنا يخليك لينا. سيادة الرئيس هو أبنينا. هو الرئيس إنسان بيراعي كل الناس يعني، فاحنا بنشكره اكيد. لو احتاجنا حاجه اكيد ان احنا هنطلب منه، اكيد هو الاب الراعي لكل المصريين. متشكرين جدا ومتشكرين جدا على دعم سياده الرئيس للجيش الابيض كله. تحيه اجلال وتقدير وشكر لكل شهدائنا واسرهم اللي ضحوا معانا في حربنا ضد فيروس كورونا المستجد.